أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وأولئك هم المهتدون. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الله يبارك فيك يا علي وعمر، وهذه الحلقة الطيبة المباركة قلنا نبتدئها بكلام الله تبارك وتعالى: حتى تغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة وتحفنا الملائكة. ونسأل الله عز وجل أن يذكرنا في الملأ الأعلى. ابن علي جزاه الله خير، يعني قبل الحلقة يقول: أنا عندي شيء يعني أريد أن أتكلم فيه عن فضل القرآن وعن فضل كلام الله تبارك وتعالى، ونريد أن يسمعنا، جزاه الله خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، كل شيء يرتبط بالقرآن يصبح عظيم. جبريل عليه السلام نزل بالقرآن، صحيح، فأصبح سيد الملائكة، الله، وسمي بالروح الأمين. محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن فأصبح أفضل الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليها القرآن فأصبحت خير الأمم. ليلة القدر نزل فيها القرآن فأصبحت خير الليالي. الله أكبر. شهر رمضان نزل فيه القرآن فأصبح سيد الشهور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فوالله الذي لا إله غيره أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان أصبح خير الناس. الله أكبر. طيب ممكن أسألك علي؟ تفضل. تحفظ القرآن؟ إيه الحمد لله. كم عمرك يوم حفظت القرآن؟ 10 سنوات. ما شاء الله، تحفظ القرآن كاملا. إيه نعم. طيب ما شاء الله، ويقولون عندك ما شاء الله موهبة قراءات لبعض المشايخ. المشايخ الذين تحسن يعني قراءتهم؟ الشيخ خالد الجليل، ما شاء الله، وياسر الدوسري، ما شاء الله، وناصر القطامي، ما شاء الله، وعدة مشايخ. نبغى نسأل الدكتور عبد الله يختار واحد من القراء، يعني إن شاء الله الشيخ يعرفهم كلهم، لكن يمكن يعطينا. يزعلون واحد لا يزعل إن شاء الله، ما يزعل أحد. اللي شو ما دام بدأت بخالد الجليل، الشيخ خالد تفضل ابدأ به. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم
وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وإخواننا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نستودعك بلاد الحرمين، نستودعك سماءها وأرضها وبحرها وجوها وعلمائها وولاة أمرها والمقيمين على أرضها. إلهنا قلت وقولك الحق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إلهنا ما قنطنا من رحمتك، إنك تغفر الذنوب جميعا. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت. إلهنا استجب دعاءنا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله عليك يا علي، ما شاء الله.